بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت سبحانه. ونشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ثم أما بعد، حياكم الله جل وعلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم يوم القيامة من الجنة منزلا. والله جل وعلا أسأل أن يظلنا ويظلكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد في برنامج أنين المسحورين، والذي تعودنا فيه أن نجوب معا في أنين، كلمة أنين وهي صوت يخرج من داخل كل منا يعبر عن آلامه وعن أحزانه. وأنا قلت في حلقات سابقة أن الأنين يتبعه الشكوى، والشكوى يكون ملاذها إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك إحنا لما بنعمل التجسيد الصوتي للأنين مش عشان نخلي الإنسان يحزن، كما قال البعض يقول لك أنت عامل المؤثرات الصوتية بتخلينا يعني نسترهب البرنامج. لا والله، هو أنين يستتبع قولا وفعلا ويجعل كل منا يراجع نفسه أمام الله جل وعلا، لعل الأثر الصوتي يكون له وقع في القلب. يقول لك الراجل ده ليه صوت مؤثر، والله أنا سمعت صوت النهاردة اكشعر جلدي. سبحان الملك، هذا النمط الذي أدعوكم أن تستمعوا له مع تلك الكلمات الرنانة هو الذي أجوب معكم فيه في رحاب هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منه. أنا قلت أن احنا بنبدأ البرنامج مبدئيا مع كلمات مؤثرة بفضل الله تبارك وتعالى، وياريت الأخ يشغل لي المؤثر داخل الاستوديو لأن أنا بحب أتعايش فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. فرجاء من الأستاذ علي يشغل المؤثر عندي أنا في الاستوديو، ربنا يبارك فيك. فالفكرة أن أنا بعيش مع المؤثر ده، أنا بتعايش معاه وكأني بستشعر كل اللي بيتأوه إلى الله تبارك وتعالى. يتأوه، تعرفين يتأوه؟ يعني بالي يسرح مع العصير. خلي موضوع العلاج على جنب دلوقتي، وهو بيعمل معصية ويجي بالليل يقول أنا عملت كده إزاي يا رب، يا رب سامحني. يتأوه، والله أهات المذنبين بتطلع كلها حسرات. والله يحب أن يرى أثر هذا الأنين من عبده، يقول يا جبريل يعني أذنب عبدي ذنبا فأذنب. الله عز وجل لا يقول ذلك ليفضح عبده، بل ليباهي به الملائكة. أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب. إيه المناقشة الجميلة دي؟ يعني إيه المناقشة الجميلة دي؟ ربنا سبحانه وتعالى، جبريل تعال تعال شفت عبدي ده، ويرفعه إلى الملأ الأعلى، لأن ربنا بيتنزل إلى السماء الدنيا. سمعين؟ فهل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ واحد قاعد أو واحدة قاعدة بتقول يا رب سامحني، والله ما عصيت يا رب، والله ده ضحك علي يا رب، والله يا رب أنا ما كنت عايز أعمل كده، بس أنا يا رب. وقاعدة بتتكلم مع ربنا، جلجلة الكلام مع الله عز وجل، هذه الجلجلة تتصدع لها السماوات، بتجلجل السماوات. أنين التائبين، أنين المذنبين يصعد إلى الله جل وعلا في تنزله إلى السماء الدنيا، فيقول يا جبريل اسمع لهذا الصوت، من هذا يا رب؟ إنه عبد تائب إلي أو أمة تائبة إلي. سبحان الملك،
ربنا نازل عشان يسمع أصواتنا؟ والله النزول معلوم والكيف مجهول فليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نازل يسمع أهاتنا، نازل يسمع دعائنا، نازل يسمع استغفارنا، نازل يسمع سؤالنا. اعطيني يا رب، مديني يا رب، قويني يا رب، استرني يا رب. والله فربنا سبحانه وتعالى يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. وانت بتئن قص على كده بقى، هل من مسحور فأبطل سحره. والله قص، ما هو انت داعي. هل من داع، هل من داع؟ يا رب إني مسحور يا رب، فاكشف عني وابطل عني سحري يا رب. داع يا رب، أنا ممسوس يا رب، ارفع عني المس. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الضر ده بقى كتير، ضر البني آدمين والشياطين والظالمين والمعتدين، كله ضر. يا رب أنا مصاب بالعين يا رب، تملكت من العين، أنت عندك يا رب القدرة على أنك يا رب. فربنا بيباهي بكم الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه عبد الله بن جابر، إن الله يباهي بكم الملائكة ويحب أن يرى أثر تنافسكم فيه. تنافسوا في الله، أنتوا ليه بتتنافسوا في الشر؟ أنتوا ليه بتتنافسوا في الأذى؟ أنتوا ليه بتتنافسوا في الضرر؟ يعني أنتوا هيجرى لكم إيه لما تحبوا بعض؟ إيه اللي هيجرى للعالم ده لو تعاونوا على الخير؟ مش هنقول البر والتقوى، مش هنقول البر والتقوى، البر والتقوى لأهل الإيمان. أنا بكلم العالم بأسره، بكل طوائفه الدينية. ليه الحروب؟ ليه القتل؟ ليه المجاعات؟ ليه الذل؟ ليه الظلم؟ ليه؟ ما إذا تعايشت البشرية كلها في سلام، كله هيسلم، الكل سيسلم والله، والكل سيهنأ. ليه الحروب؟ ليه التفجيرات؟ ليه الإرهاب؟ ليه التطرف؟ ليه ده كله؟ ما كل واحد يعيش حياته بسلم وأمان في طاعة ربه، ينتظر لقاء الله جل وعلا، حتى إذا لقاه سعد بلقائه. والله القضية محسومة، الناس كلهم بتموت، بنطلع أعداد رهيبة كل يوم على عين ومرأة الكل. أوعى تقولي دي كورونا، أبدا، لكل أجل كتاب، إنك ميت وإنهم ميتون. ده كلام للنبي وللأمة. إيه تاني؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى الموت اللي أنت بتفر جاي، كورونا حادثة، سكتة قلبية، نزيف في المخ جاي. يبقى قضية الموت ملهاش علاقة بكورونا وغيره، خلاص؟ يبقى لازم أن تعرف الكلام ده، لازم أن تعرف الكلام ده، إنك أنت مهما استخبيت ولو كنتم في بروج مشيدة يدرككم الموت. سبحان الله، سبحان الملك. أنا عايز النهاردة تقف وقف مع النفس. ما أنا عودتك كل حلقة بقول لك أهو، لازم نجدد الإيمان غصب عنك يا حبيبي، غصب عنك يا أختي الكريمة. الأحداث اللي بتحصل قدامك ديت، والخوف والهلع والتوتر، ورائحة الموت بقت في كل حتة، رائحة الموت بقت في كل مكان، العيا والمرض والسقم بقى في كل مكان. طب انت هتفر من قضاء الله الى ايه؟ الى قضاء الله، من قدر الله الى قدر الله، من قدرة الله الى قدرة الله. هتروح فين يا ابني؟ اختي الغالية هتفر فين؟ ايها المذنبون توبوا الى الله، ده بيجي فجأة والله العظيم، بيجي فجأة. يا عالم بقى هيجي لك وانت بتزني، بتشرب خمرة، بتعمل ايه، بتظلم، بترتشي، بترشي. فأنا خايف عليك، الدين بتاعنا بسيط جدا ودين وسطي. امتى نبدأ؟ الأخت اللي بتروح لساحر أو تتصل، أنا كتير جدا بيجي يقول لي أصل أنا جبت واحدة كانت ماشية بتقول أقل بالودع ولا مش عارف بيقولوا ايه، واضرب الودع واشوف الجدع، جدع مين مش عارف.
وجبتها عشان تعرف لي ايه اللي بيحصل. يا الله ايه الودع اللي يعرف لك اللي. وقالت لي يا عم الشيخ على اشياء من ما حدش يعرفها الا انا، قل يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، ومن صدق كاهنا او عرفا فقد كفر بما انزل على محمد. عايز تتعالج بالقران والسنه، اتعالج بالقران والسنه على اسس بناها النبي صلى الله عليه وسلم ووضحها ربنا في كتابه. يا اخي اعقل يا اختي الكريمه، اعقلي. عليكم بكتاب الله وسنه رسول الله، عليكم بكتاب الله وسنه رسول الله. الامراض المستعصيه والله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المستعصيه، شوف بقى اي مرض مستعصي انت لا تدرك خطورته ولا يعلم خطورته الا الله وعجز الطب عن شفائه، فاعلم ان المداوي والشافي والعافي هو الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء امتي شربه عسل وشرطه محجم. عليكم بالشفائين القران والعسل. وربنا يقول لك يخرج من بطونها شراب مختلف الالوان فيه شفاء للناس، شفاء مش تجربه علاج، شفاء. خد كلام ربنا بصدق، ما تجيش تجرب لي. ها فأنا النهاردة لما ببدأ برنامج العلاج بالقرآن والسنة ببدأ عقيدة الأول. عقيدتك مع ربنا عاملة إيه؟ ها؟ عامل إيه مع ربنا؟ والله يا عم شيخ أصل أنا مقصر في الصلاة، يبقى أنت بعيد عن ربنا. أصل أنا بصلي يوم بقطع عشر، بعيد عن ربنا. أصل أنا بصلي بس باكل حرام، بعيد عن ربنا. من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر. أصل أنا يا عم شيخ بصلي بس علاقتي بالرجالة كتيرة، تليفون جالي والله. أنا بصلي وكل وقت بوقته وليا وردي من القرآن. وليه علاقات كتير. ازاي يا ست الكل؟ تقول لك ما اعرفش حاجه دي مش قادره ابطلها. ازاي يا ست الكل؟ من لم تناول صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ربنا قال كده في القران. يبقى انت النهارده عشان تقول انا بصلي وبعمل كذا وكذا وكذا، يبقى الصلاه ديت ايه لازمتها؟ ده حتى ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. بجد إحنا محتاجين وقفة مع الله عز وجل، نقف ونقول له يا رب أنا أخطأت فيما مضى فتب علي فيما بقى، يا رب ثبت قلبي على دينك، يا رب تبت إليك ورجعت إليك وأنبت إليك وأنا الآن بين يديك يا رب. آه والله كلم ربنا يا أخي، كلم ربنا. أختي الكريمة محتاجين وقفة مع النفس، محتاجين نتكلم مع ربنا راكعة. وأنا بوصيكم أهو النهاردة وصيتنا، إحنا كل حلقة نعمل وصية في كل حلقة، وصيتنا النهاردة هنقيم الليل بركعة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها، الدين أولها، الدين أولها، والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والفضل باقيها، فلا تركنن إلى الدنيا وزخرفها، لا شك أن الموت يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غد رضوان خازنها الجنة، الجنة، واعمل لدار غد يوم القيامة، واعمل لدار غد رضوان خازنها، والرحمن ناشيها، الرحمن ناشيها، قصورها من ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، والطير تجري على الأغصان في الجنة موحدة توحد الله جهرا في مغانيها، فيا من تشتري الفردوس تعمرها برقعة في ظلام الليل تحييها.
تحيي بقى الليل ركعة تكلم فيها مع ربنا، اقنط في الدعاء، ابكي وانت ساجد، قل يا رب يا رب، والله تصدق بالله، تصدقوا بالله، لو سجدت بس تبكي من غير ما تتكلم، والله العظيم همهمة البكاء هي تعبير عن إجلالك لله عز وجل، همهمة البكاء هي تعبير عن ذلك بين يدي الله عز وجل، همهمة البكاء هي تعبير عن خضوعك لله عز وجل، هي تعبير عن افتقارك لله عز وجل، هي تعبير عن كل الأبواب سدت إلا باب الله عز وجل. فأنت واقف بتعيط على بابه تقول له افتح لي الباب يا رب، افتح لي الباب يا رب، افتح لي الباب يا رب. والله اترك الأبواب، اترك ولا تزال تترك على الباب حتى يفتح لك. يا رب يا رب يا رب يا رب. شوف الطرق بعدد دقات قلبك، اترك بوم يا رب، بوم يا رب، بوم يا رب، بعدد زيغان عينك اترك. شوف عينك زغت كم مرة، يا رب يا رب يا رب يا رب. اذا التفت، ما هو قال كده، علاقة النظر يا رب ايه؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت، فذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر، ان الينا ايابهم، راجعين له، ثم ان علينا حسابهم. زعلان من الموت؟ الموت ما يزعلش. انتوا خايفين من الموت؟ الموت ما يخوفش. الناس خايف بتفكر ان الموت ده تقطيع وتكسير، ابدا والله. مين قال كده يا عم الشيخ؟ ده انا بقى ان الموت سكرات، سكرات مش عذاب، سكره. في ناس بيذكروا ربنا فبيسكروا، والله العظيم يقول الله 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 الله، يهيم في الذكر فيسكر. سكرات الذكر هي سكرات اللقاء، هي سكرات اللقاء. إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره العبد لقاء الله كره الله لقاءه. أحبوا لقاء الله. ده البنت لما رايحة بتقابل حبيبها، مش خطيبة ولا جوزها، بتتشيك وتلبس تتبرفن وطايرة من الفرح، وهو لو رايح يقابلها تشيك ويلبس وتبرفن من الفرح. أليس الله أحق أن تتزينوا للقائه بأعمالكم بدعائكم؟ الله ومن الملك الله، طب ما انت عارف اهو. ومن المهيمن على السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار؟ الله. هو من القادر؟ الله. هو من الجبار؟ الله. هو من المتكبر؟ الله. طب ما انت حافظ اهو، هستعده لإمتى؟ قادر، ملك، ملكني، قادر، قادر عليا، مهيمن، مهيمن عليا، جبار ما اقدرش اقف قصاده، متكبر اتواضع بين ايده، الله. طب هستعد له امتى؟ انا عارف الكلام ده، انت بتقول لي يعني انا عارف يا شيخ الكلام ده، بس والله في حاجه بتتحكم جوايا، نفسك الاماره بالسوء. النفس دي لو راضيه والله العظيم لترضى في الدنيا والاخره. بس انا مش قادر يا عم الشيخ. ليه؟ اصلا عملت ذنوب كتيره. يا عم عملت يعني تكمل يعني؟ فجرت تكمل فجور لغايه ما تلقاه، زنيت تكمل زنا لما تلقاه، اكلت مال حرام تاكل طب اقول لك ايه يعني؟ طب ايه العمل؟ اعمل زي سيدنا عمر. سيدنا عمر عمل كل حاجه في الجاهليه وراح يتم بقتل النبي، راح يموت النبي. ماذا كانت من توبه عمر؟ أعز الله به الإسلام، وكان أعز فتح الله به الأمصار، مصر وبيت المقدس وغيره والروم والفرس، ثم ختم له بأن مات بجوار رسول الله ودفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. تروح كده المدينة المنورة مسجد النبي، النبي أبو بكر عمر، ماذا فعلت يا عمر؟ ده أنت كنت راح تقتل النبي. هو في جريمة أشد من قتل النبي؟
شر الناس عند الله جل وعلا من قتل نبي أو قتله نبي. ده راح يقتل النبي محمد اللي انت زعلان على انه بتساب، ده راح يقتله. شوف وصل لفين بالتوبة بتاعته. تعال شوف عمرو بن العاص راح يقول للنبي يا رسول الله في بيعة العقبة ادعو الله لي أن يغفر لي، ادعو الله لي أن يغفر لي. فسيدنا النبي قال له يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبله، تجب تمسح مهما كانت الذنوب؟ قال والله يا رسول الله إنك كنت أبغض الناس إلى قلبي في الجاهلية، ولو قابلتك لقتلتك، والآن ما في أحد على وجه هذه الأرض أحب إلى قلبي منك. آه والله عمرو بن العاص بيقول له والله لو شفتك في جلاء قتلتك. وانت فين عمرو بن العاص؟ فاتح مصر في زمن عمر بن الخطاب. يا اخوانا الدين بتاعنا دين يسر، محتاج بس نقرب لربنا، نحب ربنا، نتوب الى ربنا، نستغفر ربنا، نسأل ربنا، ندعي ربنا، نتكاتف مع بعض على الكتاب والسنة، الحب والإخاء، نزرع الخير، ندعو الى البر، ننهي عن المنكر مع بعض في هدوء، نبعد عن العصبية، نبعد عن الفكر المتطرف. وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، نجادل بعض بالحسنى. فإن شاء الله هذه دعوتي إليكم، ولعل تكون قد وصلت إلى قلوبكم، لعلنا نرتقي إلى الله عز وجل. النهاردة أنا خصصت الحلقة للاتصالات، هنفتح مجال الاتصالات لكل من عنده عارض من المس أو السحر أو العين، هنعرض الداء والدواء من الكتاب والسنة، مش هنجيب حاجة من عندنا، ونشوف ده محتاج حجامة، محتاج رقية، محتاج نفسي، نروح لدكتور نفسي. فإحنا بنجوف في الاتصالات من خلال آرائكم، أعراضكم، رؤاكم، الرؤية بتاعتك، شفت والله الشيخ رؤية تدل على أنك أنت ممسوس أو معيون أو مسحور، نعرضها مع بعض ونحللها مع بعض حتى نصل إلى طوق النجاة. فإلى أن يأتي أول اتصال نكمل برضو سلسلة اليقين. ومعنا أم أحمد، السلام عليكم. ازيك يا أم أحمد؟ أهلا يا عم الشيخ سيد. ازاي صحتك؟ الله يحفظك. الله يخليك يا شيخ. معلش أنا شفت رؤية بس قلقانة منها شوية. اتفضلي. أنا حلمت إني في مكان في جاموسة، والجاموسة دي بتنادي علي بتقول لي تعالي احلبيني، مش بالكلام يعني، بالمشاورة كده. الو معاك يا ام احمد، اتفضلي. فبنات اختي واقفين مريم ونور، فانا رحت عند الجاموسه دي كنت خايفه منها الاول. فمسكتها كده وحلبتها انا وبحلب فيها، ما نزلتش لبن، نزلت جبنه وسمنه فيها نقطه دم بسيطه. ده مش جاموسه بقى يا ام احمد، ده مصنع. ده مش جاموسه بقى، ده مصنع جايز اهو. أنا مش عارفة، والجاموسة سمينة كده ومكان الحلف فيها ما شاء الله يعني كبير كده. طيب يا أم أحمد إن شاء الله يعني أبشرك وأبشر الأمة يعني أنها سنة خير عليك وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. فالبقرة أو الجاموسة التي تدر لبنا أو جبنا أو سمنا أو ما شابه ذلك يعني، فإنما تدل على إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله السنة القادمة ستكون سنة خير، يرفع فيها البلاء ويتنزل فيها النعم إن شاء الله. وهذا إن شاء الله بشرى، تفاءلوا بالخير تجدوه إن شاء الله. 2021 ستكون سنة خير وبركة ورفع للإيه؟ للمرض بإذن المولى، لأن هذه الأرقام لها تفسيرها في القرآن والسنة. فرقم 2020 مجموع 40 ومجموع 40 في القرآن يدل على البلايا، يدل على الإيه؟ وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون، ونزل بقى البلايا بسبب الأربعين ليلة دول، خلاص نزلت البلايا. فإحنا معروف كده الأربعين تدل على الإنذار والشدة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يبقى الأربعين بتدل على الشدة، لأن ربنا قال إن سن الشدة وسن الأربعين. فأنا عايز أقول لك إن مجموعة 2020 سنة 2020 في مجموعة تدل على الشدة، أشد سنة أتت على العالم بأسره، هو مجموعة كده. إذا كسر بواحد إن شاء الله 2021 هيكسر كل هذا الأمر بفضل الله تبارك وتعالى.
فأسأل الله وأنتم تؤمنوا معي أن يرفع الغم عن الأمة وأن يجمعنا على محبته وأن يداوي أسقامنا بغير دواء إلا دواء ذكره إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم أستاذة ابتسام. السلام عليكم فضيلة الشيخ. إزيك يا حاجة ابتسام اتفضلي. أنا عندي 19 سنة مش كبيرة قوي يعني. ربنا يطيل عمرك ويحسن عملك يا رب. ما هو أنا بصراحة طب قولي أمين الأول. أمين الحمد لله. أمين الحمد لله. طيب أنا داخلة في السنة الجديدة وحاسة كده إن أنا يعني تقريبا مش هطول وكده مش عارفة إزاي مش هطول بس اللي هو أنا عايزة أقابل ربنا بعمل صالحة. أنا مش فاكرة إن أنا عملت عمل صالح. أمين اللي قالك إن أنت مش هتطول يعني؟ مش كده أنا خايفة أشوف ربنا وأنا مش أنا تقريبا مش فاكرة إن أنا عملت حاجة حلوة أقابله بيها. طب ما نبدا من دلوقتي يا اختي الكريمه. طب ما انت كلامك ده دلاله اعتراف امام الله انك انت فيكي خير اهو. يعني انا النهارده احنا عايزين نتكلم في البرنامج على انه فضفضه على فكره، يعني عايزين نتفضفض مع بعض. اهنين المسحورين اللي عايز يجي المركز ارقام المركز، لكن عايز افضفض معاكم. ليه اتاخر لغايه دلوقتي اختي الكريمه عن التوبه؟ ايه اللي منعك؟ ما مش يعني انا عندي مشاكل بعدد شعب راسي زي ما بقول كده. ايه المانع يعني؟ في مشاكل بيني وبين ابويا في البيت. متنكدين على الاخر تقريبا يعني هو كل ما يعني حد ما يعني انا حتى هنا ما فيش حاجه اصلا ما بتمشي معايا خالص لا شغل ولا تعليم ولا اي حاجه. طب ما تخليكي مع الله، جايز ربنا عايز يختصك لنفسه، جايز ربنا عايزك ليه، عايزك تشتغلي معاه. اللهم استعملني ولا تستبدلني، دعاء لازم ترددوه كلكم. اللهم استعملني ولا تستبدلني، استعملني بذكري في طاعتي. والله قيام الليل، قراءة ورد القرآن. في ناس حبسهم الذكر ما بيطلعوش غير يشوف اللي طاعة فقط لا غير. فأنت جايز ربنا عايزك لذكره، جايز بيبتليكي بأهلك زي ما ابتلى النبي بأهله بعمامه وقرايبه، جايز ربنا بحسسك بالغربة لأن الإسلام جاء غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء وطوبى منزلة في الجنة. فأنا أبشرك إن الإحساس بتاعك ده إحساس التائبين فعلا. فأنت عايز تقابل ربنا بتوبة، ابدأ دلوقتي، ابدأوا دلوقتي، ما تسوفيش لبكره، ممكن بكره يكون قيامه، مش شرط كورونا، قيامه قد يقاوم القيامه الصبح. طب اروح اقول له ايه؟ ها؟ اروح اقول له ايه؟ اقول له اصل انا كنت يا رب معلش والله كنت ناوي اتوب بس كنت منتظر الفرج. هو التوبه عايزه فرج؟ ها؟ التوبه عايزه فرج؟ ما ينفعش. ولا انت هتعمل زي الست اللي جوزها قال لها كل ما يجيب حاجه يقول لها الحاجه ديت ايه لما يجي رمضان، يجيب يشتري سكر يحطه في الاوضه يقول لها لما يجي رمضان، يشتري رز لما يجي رمضان. فهي واقفه بره فلقيت واحد بتقول يا عم رمضان، قالت له هو ده رمضان؟ قالت له تعالى خد ده جوزي جايب لك الحاجات دي كلها في الاوضه، راحت مشايله له الحاجه كلها. فالراجل يجيب يقول لها ايه ده فين الحاجات؟ قالت له مش رمضان جه خدها، قال لها رمضان مين؟ قالت له انت بتخلي له الحاجه هنا في الاوضه، قال لها انا بقصد شهر رمضان. الله يصلح حالك ويهديك. او انت عملت زي الست دي، لما يجي رمضان، يجي رمضان فين؟ لما يجي الفرج، لما المشاكل تروح، لما بس ربنا يديني كده واستريح ماديا، لما قلق المناخ اللي يساعدنا على التوبه. ابدا، التوبه الان، التوبه الان، الان يعلن كل منا انه تاب عن كل ذنب اقترفه بين يدي الله، والا ربما يقبض الان. طب قبض حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. معقولة بقى أنت عايز تتوب دلوقتي؟ الله. طب والأيام اللي فاتت كنت فين؟ ما أنا عرفت إن في موت. ما أنت عارف إن في موت، أصلا أنا زقته وشفته. طب ما أنت عارف إنك أنت هتزقه وتشوفه. طيب هترجع؟ لا. طيب هنا رحمة ربنا سبحانه وتعالى هتنزل عليك انه يرجعك للدنيا؟ ابدا، رحمه ربنا تتنزل عليك اذا كان في قلبك ذره ايمان، وذره الايمان يعني عندك عمل صالح مت عليه حسن خاتمه. لكن مت على ذنب هتبعث على الذنب، مت على معصيه تبعث على المعصيه. فرجاء كل من حدثت نفسه بقصر الامل او بقصر العمر ربما هذه رساله من الله عز وجل. وخلي بالك والله العظيم من أفضل الدعاء اللهم أطل عمري وأحسن عملي يا رب، اللهم أطل عمري وأحسن عملي يا رب، اللهم أطل عمري وأحسن عملي يا رب. لازم نجدد بها الإيمان بتاعنا.
أكثروا من قول لا إله إلا الله فهي مجددة الإيمان، جددوا إيمانكم. قيل كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. فأنا النهاردة عشان أعالجك من مرض السحر والمس لازم نعدك إيمانيا صح، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أنا عايزك تجي لي مؤمن عشان ينتج الشفاء أصر. ما أنت بتلف ديلك سنين على المشايخ وعلى الدجالين والعرفين والصحر، إيه اللي حصل؟ ولا جديد ولا جديد. لكن حينما نزرع في قلبك شجرة الإيمان في ناس هتبرأ من غير ما تيجي، وفي ناس هتيجي معاها إيمان صادق. أول ما نحط قالب النجاة، قارب النجاة من القرآن والسنة، هيسبح في نهر الإيمان اللي أنت بدأت تجدد بيه إيمانك إن شاء الله. فيا ريت الله يكرمكم. هات التوبة ثم التوبة ثم التوبة ثم العمل. يعني هتوب دلوقتي، طب هتوب إزاي يا عم الشيخ؟ أقوم أتوضأ وأصلي ركعتين توبة، ركعتين هتوضأ وضوء للصلاة دلوقتي بعد البرنامج، وأقوم أصلي ركعتين توبة ثم أقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا لعهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر الذنوب فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والله جددوا بها الإيمان، سيد الاستغفار. فإذا قلت طب توقيت الدعاء ده إمتى يا شيخنا؟ في صلاة التوبة بعد التشهد قبل السلام عليكم ورحمة الله. يعني أنا خلاص قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر التحيات، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخر الدعاء زي ما قلته لك، ثم أقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما قمت من مقامك إلا غفر الله لك إيه؟ ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. يا ريت تخلي بالنا. السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم. ازيك يا أم محمد؟ أهلا يا سيادة الشيخ من البحيرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بأهل البحيرة كلهم. الله يخليك. في الحلقة اللي قبل اللي فاتت قلت اللي مش عايز تعمل له سحر بيحط صورته في برطمان واسمه أيوة وتاريخ ميلاده وكده ويقفل على البرطمان. أيوة. طيب هودي البرطمان دي فين؟ يا ام محمد ما انت هتشيليه وانا هجيبه البطرمات عندي يا ام محمد. لا يعني اوديه فين؟ اخليه في بيتي ولا اوديه في اي يا حته؟ يا ام محمد بص انت هتجيبي، احنا قلنا ايه؟ الساحر يعتمد على الصور والاسماء والحروف، فعلمنا ان لها اسرارا في الغيبيات، فقلنا نرقي كل شيء في الحياه حتى الصوره حتى الاسم حتى الاسم الام. ليه؟ كما يستخدمه بالكفر وبالترنيمات وبالتلاوات الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين، أنا هستخدم الأشياء دي بتلاوات القرآن. أبطل شيء بشيء، هو بيسهر على الصورة أرقي الصورة في مية القرآن، هو بيسهر على اسم الأم أرقي اسم الأم في مية القرآن، هو بيفرط الأسامي أنا أجمعها وحط البرطمان وفليه وحطيه تحت مولة السرير بتاعتك يا ستي. يعني أحطه في الأوضة تحت السرير؟ أيوة حطيه كده، سيبيه إلى ما لا نهاية. ليه؟ لأن أنا كلما رقيت الحرف إن شاء الله لا يستطيع ساحر أن يصل إليه إلا بإذن الله طبعا، يعني وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإحنا بنقول التبرك بالقرآن في كل شيء، أرش جسمي، أرش الدبة بتاعتي، السيارة، أرش الشقة بتاعتي، أرش الأولاد، الزوجة، جسمي من بره، تبركوا بالقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث زي ما أنت هترش. يعني انت لو قرأت القرآن في المية وخدت منها بإيدك ومسحت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه وينفث فيهما بفاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم البقرة كل واحد معزتين ويمسح على جسدي ما أقبل من جسدي ما أدبر صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقول ارقوا نفسكم بماء القرآن، حط في الصور واسمك واسم أمك وتاريخ ميلادك، اقرأ القرآن على الماء وامسح بجسمك، رش بيه بيتك، رش بيه مصنعك، شركتك، مكتبك، عربيتك، ولادك، زوجتك، املأوا بيوتكم ببركة القرآن. القرآن له بركة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. والذين يحرصون عليه فعلا اللي هم بيقرأوا القرآن واللي هم بيسترقوا بالقرآن. أما هؤلاء الذين يتركون على أبواب الصحراء والدجالين والعرافين، والله العظيم كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، بيكبت قاعد في كبت، وربما الساحر ده بيستغله، وربما وسبحان الله
الاسم واسم الام بي 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 يعني انا ببص لواحد بيتصل يقول لي اديك اسم واسم امي يا عم يا شفره، هو انت معلق؟ كل ما تتصل اقول لك اسم واسم امي، اجيب لك اسم مراته واسم امها، يا عم وانت مسافر بره ولا ايه؟ بتعمل جواز سفر؟ ايه علاقه اسمك واسم امك باللي عندك؟ الرقيه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن ابي العاص لما قال يا رسول الله اني اشعر بشيء فلا يعني اعلم بما صليت وكيف صليت، بتوه في الصلاه، فقال ادني تعالى، فاجلسه النبي بين رجليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال اخرج عدو الله، اغس عدو الله معك رسول الله، فبرأ. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان المريض لازم ياتي بين يدي الراقي ويرقي. ابو محمد السلام عليكم. السلام عليكم ابو احمد، معك. ازيك ابو احمد، تقبل الله منا ومنك. الله يخليك، الله يخليك يا شخصيه. اتفضل. ان شاء الله انا حلمت كده من فتره ان انا في بيت بلدي ومشيت فيه كده زي طالع سلم او حاجه وحيطه كبيره خضراء هتنزل عليا. نعم. فبحاول اجري منها وبعدين سبلت امر الله انا وبجري ان هي خلاص هتنزل عليا وكده. نعم. وفي الاخر نزلت وما حصلتليش اي حاجه الحمد لله. نعم. طيب يا ابو احمد انت في عليك دين؟ ان شاء الله علي ديون. طيب ان شاء الله ربنا سيسدد دينك لان كسر الحائط صلاح الامر وسداد الدين. كسر الحائط كما في حديث ام العلاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني رايت ساريه بيت كسرت ولي زوج مسافر، قال سيعود زوجك سالما ويصلح الله امره. فان شاء الله انا ببشرك ان انكسار وقوع الحيطه انهدام الديون دي، يعني الديون دي هتقع من عليك، هتسقط من عليك ان شاء الله يا ابو احمد. سليم، فعشان نعرف بس ان تفسير الرؤى له منهج وله قواعد من القرآن والسنة، ولا يؤول الرؤيا إلا عالم أو فقيه. الإمام مالك قال لك لما واحد بيقول له يا إمام إني أعبر الرؤيا، قال أيعبر الرؤيا أي أحد؟ أبو النبوة يلعب، أبو النبوة يلعب، لأن الرؤيا جزء من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة، ومن تلاعب بها حق على الله أن يعذبه يوم القيامة لأنها فتوى، لأنها فتوى. الرؤيا فتوى يعني بتفتي بالقرآن والسنة، زي سيدنا يوسف كانت حجته في التأويل حجة من الوحي، فلازم ناخد بالنا من الكلام ده إن شاء الله. فسقوط الحائط أو وقوعه هو سقوط الديون عنك يا أبو أحمد إن شاء الله، ودي بشارة من ربنا ليك، فلا تجزع وقل يا رب اللهم سدد الدين يا رب. معانا هبة، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا أستاذة هبة؟ لو سمحت في فيلم الأخت عايزة أقول. تفضل يا هبة. هي أخت عندها 25 سنة ومطلقة معاها بنتين، حلمت إن هي معاها حاجة بتاكلها، فعطت منها حتة اللي هو قالها ده وحتة تاني هي حاجة زي البالة كده مثلا، في حتة في إيدها تاني متاكلة يعني مهدورة حاجة زي كده، فكان الحته السليمه وكان الحته دي. وبعد كده مع يا هبه، وبعد كده ايه؟ اما منفصلين من قد ايه يا هبه؟ هما الاثنين من سنه؟ لا من 4 سنوات. من 4 سنوات. طيب يا هبه، هو اختك مصابه بسحر تفريق؟ اختك مصابه هي وطليقه بسحر تفريق، وعليها ان تتبع الرقيه الشرعيه ان شاء الله. والسحر وبعدين بعد ما كان لهم معاها طفلين جوز صبيان، مش راحت تشيلهم يعني، يعني هم كانوا على انتريه، فراحت تشيلهم شالتهم لجوه، فقال لها دول من العابدين. من ايه؟ الطفلين دول هيبقى عابدين او من العابدين. بسم الله ما شاء الله، نسال الله كذلك باذن المولى. وبعدين راحت بعدين خدت ولا منه تاني، وبعدين عطتهم لوحده قاعده جنبه كده. نعم. طيب يا هبه، يعني مري اختك بتقوى الله عز وجل وبالصلاه، وان شاء الله ان شاء الله الرؤيه فيها بشاره ان شاء الله، ان شالت السحر، يعني هي شالت الولدين، والولد في الرؤيه قوه وحكمه وشده وباس، فان شالت الباس اللي عندها ان شاء الله هذا الرجل سيعود اليها، وان شاء الله سيكون اولادها من الصالحين.
فبشرها بكده. بس الاول نعالج موضوع السحر اللي عندها ان شاء الله، سحر التفريق، وترجع لبيتها وزوجها، وان شاء الله يلتئم الشمل فيكون ان شاء الله اسره صالحه باذن المولى جل وعلا. استاذ عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الرحمن. ايوه يا شيخ. ازيك يا عبد الرحمن؟ تمام الحمد لله. كم سنك يا عبد الرحمن؟ ايه؟ سنك قد ايه يا عبد الرحمن؟ سني 13 سنه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اتفضل يا عبد الرحمن. انا حلمت معايا خالتي اسمها اسماء. كنت انا جدي راحت قال لي لي 4 ايام بحلم الحلم ده. ايوه يا عبد الرحمن، 4 ايام بتحلم الحلم ده، ايه جدتك جايه بتقول لك ايه؟ لا خالتي اسمها اسماء. خالتك اسمها اسماء؟ اه بس هي انا جدي. اه اه اسماء خالتك، خالك عايشه؟ اه عايشه. طيب يعني هي بتجي لك بتصحبك لمكان معين يعني؟ انا جدي عند بيت جدك يعني. بص يا عبد الرحمن، انت بتحب بيت جدك يعني ولا انت مقاطع بيت جدك؟ لا بحب جدي. حلو جدا، فانت ان شاء الله اذا كان يعني هم من اهل الصلاح ومن اهل التقوى فتعلم منهم. فاسماء هي كلمه تعني معرفه الاسماء، حتى بنقول اسماء الله الحسنى، من حفظ اسماء الله الحسنى دخل الجنه، من احصاها دخل الجنه، من احصى صفات الله دخل الجنه. فأسماء كلمة أسماء يعني صفات ومعاني وكلمات، فأنت يعني هذا البيت الذي تحب وتتعلق به خد منه الأثر والتقاليد والقيم، لأن نحسب هذا البيت إن شاء الله على يعني علم وعلى يقين وعلى مبادئ وعلى ثوابت. فعشان كده أسماء بتصحبك يعني تعلم أسماء الحياة ومعالم الحياة وصفات الحياة والدين والقرآن والسنة والثوابت والقيم والمبادئ في بيت جدك إن شاء الله. عبد الرحمن أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا أنه ولي ذلك والقادر عليه. أبو محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. إزيك يا أبو محمد؟ الله يخليك. تفضل. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عندي حلمين. تفضل. تفضل. الحلم الأول راكب مع واحد عربية كبيرة ما أعرفوش. نعم. فهو بيسوق وقال لا سوق أنت مش هقدر أكمل الطريق. نعم. فكملت معاه الطريق والنور العربية كل بروح يضعف وأوقات يزيد. تمام يعني أنا ما أعرفوش لكن مشيت معاه الطريق طويل. نعم. فلما وصلنا للنهاية قال لي كمل أنت زي ما أنت سواقة وأنا هبقى في جنبيك. الحلم الثاني معاك تفضل أبو محمد تفضل. الحلم الثاني في واحد متوفي اسمه عادل. نعم. وعمي اسمه احمد موجودين. فطلعنا في سطح بيت كان كنا قاعدين فيه وسبناه. نعم. تمام. البيت ده بيعبدونا في ان نعمل من فوق كده نعجده وعلى اساس ان انا هبصر منه ومعايا 2 من اولادي. واحد منهم كان هيظبط من البيت وانا سافرته. الواد الصغير كان عايز ينزل كده وانا رفعته من فوق سطح البيت. عادل واحمد ده اللي بيساعدوني في عقد البيت. البيت ده كنا قاعدين فيه وبعدين سبناه. طب انت يا ابو محمد هل في قضيه توريث، في مشاكل بينك وبين حد في قضيه توريث بينك وبين قرايبك اخواتك؟ لا لا ما فيش، هو قاعد فيها اخويا وابويا البيت. طيب انا بنادي بس يعني ما قاعدش فيه. طب بص يعني ان شاء الله المولى تبارك وتعالى يعني دائما ابدا ما يرمز البيت الى 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 الاسره والعائله. فان كان هناك يعني احد الابناء بينزحوا عن هذا البيت، الولد اللي انت ماسك فيه وبتحاول ان هو تجيبه عندك داخل البيت، يعني اضغط عليه في الدعوه الى الله عز وجل وفي انك انت تعلمه القران والسنه وتعلمه الصلاه، لان الولد ربما يحيد عنك والرؤيه تحذيرية، وأنا قلت الرؤى إما إنذار وإما تحذير وإما بشارة. أما رؤية عادل المتوفي فتدل على العدل، عشان كده أنا قلت لك في قضية مواريث أو في قضية أنت هتقول إليها تحتاج للعدل أو في توزيع يحتاج منك للعدل
او بينك وبين اولادك ربما في ولد هينشق عنك والولد التاني يبقى طوعه ليك، فالولد اللي انشق عنك تقوم تحاربه من المراس، فربنا بيقول لك من دلوقتي خلي بالك، ده شيء هيكون من الظلم، حتى لو الولد ابق ما تحرموش، لان ربنا ورثه اداله توريث ورث، لو الولد عاق ما تحرموش، دع الامور لله عز وجل، لعل العاق ده ربنا يهديه ويكون ابر الناس ليك في الدنيا وفي الاخره، خلاص يعني بعد ما ماتك. دي نقطه بالنسبه لايه؟ لقضيه قد تكون قائمه من زمان او قد تكون ستحدث في المستقبل بسبب ايه؟ انك انت بتحب ولد وبتكره ولد مثلا. بالنسبه للرؤيه الاولى انك انت بتركب سياره والنور يرتفع ويهبط مره، فديت الايمان يا ابو محمد. الايمان يا ابو محمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه عبد الله بن مسعود، يعني الناس يخرجون يوم القيامة زمرة زمرة زمرة، زمرة التوابين وزمرة الصائمين وزمرة الصالحين وزمرة القائمين وزمرة المستغفرين وزمرة المنافقين وزمرة المرابين وزمرة الخمارين والحشاشين وزمرة الزناة وزمرة الحجاج، والله وزمرة أكل أموال الناس بالباطل وزمرة أكل أموال اليتامى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، حاضر يا أستاذ علي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، الوقت انتهى بس ادينا 3 دقائق يعني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن من يخرج يوم القيامة وله نور كالنخلة، نور كالنخلة، سبحان الملك يوم القيامة، ومن من يخرج وله نور كالرجل القائم، راجل قدامك كده منور بينا. القيامة ظلمات، القيامة ظلمات، فالنور ده هو عملك، ومن من له نور في إبهامه، الإبهام ده يستقد مرة ويطفأ مرة، يستقد مرة. انت بقى ايه ده بقى ضعيف الايه يعني الاعمال عايزة يا ابو محمد جهد وطاعة وقرب الى الله عز وجل وصدقة وقيام ليل واستغفار وصيام نوافل، يعني اجتهد مع الله عز وجل، فالنور بيهبو، وانت الراجل بيقول لك سوء انت، يعني انت اللي هتسوق عملك، محدش هيسوق عملك ولا هيصلي مكانك ولا هيقوم باعمالك الصالحه الا انت. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره، ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها كتره اولئك هم الكفره الفجره. طبعا احنا ان شاء الله زي ما قلت لكم برنامجنا مش خاص بالسحر والمس بس، ارقام المركز عندكم موجوده للي عايز يتعرف ان هو ممسوس مسحور معيون او عنده عرض مرضي ما لقيش علاج في الطب. الموضوع بفضل الله عز وجل، تاخر الحمل بفضل الله تبارك وتعالى في الحجامه وفي الرقى الشرعيه وفي القران والسنه بفضل الله تبارك وتعالى. موضوع الامراض المستعصيه بقول لك امشي مع الطب وتعالى، القران خير شفاء، الحجامه خير ما تداويتم به، والله العظيم شرطه ما حجام، الحجامه اوصي بها كل الناس، الحجامه خاصه في ايام الفيروسات، والله الحجامه والعسل شفاء، الحجامه والعسل، الحجامه والعسل شفاء، اسمع كلام النبي، شفاء امتي شربت عسل شرطة محجم، خلي بالكم عليكم بالشفاءين القران والعسل. طب انتوا بتدوروا على ادويه تانية ليه؟ ما احنا الكلام من النبي، ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى، ده وحي، والوحي مين اللي بعته؟ ربنا. يبقى في الاول وفي الاخر كلام النبي هو من وحي الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كلام ربنا في الاول والاخر، خلاص. يبقى ربنا يكرمكم، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه، الواتس بتاع اللي نازل على الشاشه الواتس 010 10 5 3 7 600 هو ده اللي برد عليه، برجاء لا تكتبوا احلامكم ولا رؤاكم على الواتس، انا ما بفصلش رؤى على الواتس، اللي عايز يتصل على الرؤيه على الهوا اهو، اما الواتس فيما يخص العلاج بالقران او فيما يخص فتوى، نعيش كده مع الله، شيخ انا اذنب، شيخ انا عايز ايه راي الدين كده، لكن رؤيه وحلم على الواتس لا تماما. اسال الله تبارك وتعالى ان يطيل في اعماركم وأن يرفع البلية عنكم، اللهم ارفع كورونا عنا يا رب، اللهم ارفع كورونا عن البلاد والعباد يا رب، اللهم عزتك وقدرتك اشفنا يا رب، اللهم اجعل بيننا وبين حائلا بعفوك وقدرتك يا رب، اللهم إن كورونا جندا من جندك يا رب، فكما أمرته أن ينزل إلى الأرض فأمره أن يصعد إلى السماء بعزك وقدرتك يا رب، فعلمنا أننا ضعفاء أذلاء يا رب العالمين، تبنا إليك فإنك ما أنزلت بلاء إلا بذنب وما رفعته إلا بتوبة، فيا رب تقبل توبتنا يا رب، واغفر زلتنا يا رب، واشف مرضانا وارفع الكرب عنا، فإنا يا ربنا مسلمون موحدون. وآخر ما أقول لا إله إلا الله، إلى أن ألقاكم يوم السبت القادم إن شاء الله في الساعة 8 مساء
أترككم في رعاية اليوم منه وكرمه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.